I'm so awkward. I can't be filming. I'm awkward. Yalla, YouTube channel ديالك شنو سميتها؟ YouTube channel ديالي سميتها الفوق هنا. هنا فوق راسها هنا. Look, I have my own care. شنو هي سارة؟ واو نايس. سارة بي ان زد زد. سارة بي ان زد زد. And now it's time for. Nice. مرحبا بكم في نوفيل فيديو د باربي سكواد. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الطريقه كيستعملوها في البادي بيلدين باش تفرقعوا الميسكل مزيان وتحسوا بالبامب احسن اللي كتعرفوا احسن بامب واعر و او ميم طون كتعاونكم تكبروا الميسكل بزاف دونك فوالا خليكم معنا غادي نبداو توت سويت لا تكنيك سميتها البلاد فلو ريستريكشن تقولوا ليها البي اف ار خاصكم حاجه واحده باش تستعملوها هما هاد التورنيكات ولا تقول لهم كارو تشريوهم من عند اصحاب الماتيريال الميديكال وهاد هاد اللعيبه الصغار غادي تمكنكم باش اش نقول لك احسن بامب وصافي دونك هاد لي كارو تنستعملوهم باش نخدموا لي العضلات ديال الاوديو كور تنربطوهم هنايا فوق من البيسبس تحت من الكتف و تنخدمو بهم الاوديو كور فاش نبغيو نخدمو لتحت دو كور تنديرو الني رابس ولا الريست ترابس فوق من الفخاد حنا اليوم غادي ندير لكم على كيفاش تستعملوهم باش تخدمو الاوديو كور وبالضبط البيسبس والتريسبس دونك بزاف منكم الناس غادي يتخلعوا غادي يقولوا كيفاش غادي تزيرهم على الميسكل ديالك واش قضيه خطر واش تتفلاو علينا ولا تسطاو علينا مش هاد القضيه ما عمرنا شفناها الوغ كونتريرمون اسكو تو الموند ولا الاعتقاد العام في عند كل شيء هذه التقنيه داروا عليها بزاف الدراسات وعندها ان فوندمون سانتيفيك ولا استعملت بطريقه مزيانه الي توتا في سيف ما عندهاش خطر ما فيهاش ريسك ما غادي تخمج لكم شدكم الى زيرتو ولا هذا دونك سي سيانتيفيكمون بروفي كو راه مزيانه دونك ما عندكم لاش تخاف داروا دونك بزاف دراسات على التقنيه هذه بحال اللي قال عبدو عاد دابا اهم دراسه كانت دات هي واحد الدراسه طبقوا هاد لا تكنيك هادي على الفخاد ديال بليزيور بيرسون بزاف د بنادم كانوا غير كيتمشاو ما داروش تمارين رياضيه وحصلوا على نمو عضلي غير بالمشي علاش تصلح هاد علاش تخدم مزيان هاد التقنيه هي تنديروها نحبسوا بها البلاد فلو تنحبسوا بها السيركيلاسيون ديال الدم دونك الدم تبقى يدخل للميسك ولكن ما تيخرجش دونك الميسك تيتاكوميلا في الدم تيتاكوميلا في الميسك وتتحس بواحد البامب خطير دونك تيتنفخ الميسك تيعمر بالدم ولا شي تيبان فاسكولار تيبانوا لي فين ديالك وتيبانوا العروقه وهادشي غير انك تخدم بان بوا فريمون خفيف خفيف جدا تقريبا تي اسيميو ب 20% ديال الماكس ديالك دونك يمكن لك تحصل على نتائج بحال انك تخدم بوا ثقيل دونك سي لا ميم شوز بحال كنت تخدم بوا ثقيل او لا تخدم بهذه التقنيه وتستعمل فريمون ان بوا خفيف وعلاش كنستعملوا هذه التقنيه باسكو عندها نفس النتائج اللي الا ترينيتي بوزن ثقيل بزاف اولا يقدر باغ اكزومبل تمشي لاصال وشي صال شي صال وما عندهمش الوزن الثقيل باش تريني لو موسك اللي غادي تستعمل به هذا دونك كتستعمل هادو باش تحصل على نفس النتائج د لونترينمون بلي بوا لو وثانيا الى 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 استعملتي هذه الطريقه هذه كاين موان دو بريسيون على على المفاصل ديال ديالك وثالثا حتى السيستم ديالك نيرفو السيستم نيرفو ديالك كيرتاح كتريحو من البوا الثقيل كاين عاوتاني فوائد اخرين الا كنتي بحال دابا مسافر كنتي عطله وما كانش عندك اكسيل شي صال يمكن لك غير تخدم بلو بوا ديال لو كور ديالك
وديرها التقنيه وغادي تحس براسك بحال انك خدام بالبوا ثقيل ديال لاصار. واصيله كان كنتي معرض لشي اصابه وما كانش عندك بوسيبيليتي باش تخدم البوا ثقيل، ممكن لك غير تطبق التقنيه وغادي تحصل على نفس النتائج. والتقنيه تستعملوها حتى صحاب الباور ليفتين حقاش ديما تخدموا ديد ليفت سكوات والبانش بالبوا ثقيل، دونك فاش يبغوا يخدموا تمارين الاكسسوار ديالهم يمكن لهم يخدموا التقنيه وميم طون تيرتاح السيستم نيرفو وما تيعرضوش لي جونس ديالهم اللي كامون الاصابه والعرضه للبوا ثقيل. وحتى المحترفين في البادي بيلدينغ بيسكو مولفين يخدموا ثقيل، دونك باش يوصلوا للفايلور ديال الميسك باش الميسك ديالهم يعيا دغيا يمكن لهم يستعملوا هذا البوا خفيف ومع هذه التقنيه هذه دغيا يوصلوا للفايلور، يعني شال الميسك غادي يوصل العياء ديالو التام. وميم طون بيسكو تخدم بوا ثقيل دونك ما غاديش تحس بالعياء ابخي لاصال، غادي تغاكوبيري من العياء. دونك التقنيه عندها بزاف ديال الفوائد. كاين بزاف ديال الناس اللي انتقدوا هذه التقنيه هذه ولكن ما عندهمش ديغيغ دي باز سيونتيفيك باش يجوستيفيو الهضره ديالهم، دونك سا ريست اون تكنيك مزيانه وهي هاد لا تكنيك هادي غتكون افيكاس 100% مزيانه للمسك ديالك الا طبقتيها بطريقه صحيحه 100%. دابا نعطيكم نصائح كيفاش تستعملوا هاد التقنيه في التمارين ديالكم وتانكوربوغيها في الورك اوت ديالكم. اول حاجه ملي غادي تزير الربطه في البيسبس فوق من البيسبس ديالك ما تزيرهاش بزاف، زيرها في حدود 70 حتى 80% من الجهد الماكسيموم ديال الزيار. ثانيا من الاحسن تستعملوها في الاخر ديال الحصه، دونك في الاخر الحصه ملي غادي تخدم عندك البيسبس ولا عندك التريسبس ولا عندك بجوج خليهم حتى التمارين الاخرين في الحصه ديالك. ثالث حاجه تستعملوا بوا خفيف 20% من الماكسيموم اللي ملفين تخدموا به، كنت بحال اللي تخدم بالزالتير بالبيسبس ان بوا ديال 20 كيلو خدم غير ب 10 كيلو ولا 12 كيلو. واحسن تقنيه باش تطبق بها هذا البي اف ار تتسمى الكلاستر سيت، دونك تعرفوا كاين السوبر سيت البي سيت الدروب سيت. انا نوريكم تقنية سميتها الكلاستر سيت، دونك تديرو 4 سيريات، السيري الأولى فيها 30 ريبيتيسيون تتلتاح 30 سكوند، عاوتاني تدير دوزيام سيري فيها 15 ريبيتيسيون تتلتاح 30 سكوند، تدير عاوتاني تخوازيام والكاتخيام سيري بنفس الطريقة، دونك عندك أونتو 4 ديال لي سيري وكل وحدة بيناتهم 30 سكوند، والأولى فيها 30 ريبيتيسيون والآخرين فيهم 15 ريبيتيسيون، كومسا غادي تخدمو بالتمرين إيفيكاسمون. بيان سيغ ملي غادي تبدا التمرين غادي تزير، ملي غادي تكمل 4 سيريات غاتحيد الربطة وترتاح عاد دوز للتمرين الثاني. فين يمكن لكم تشريو هاد الربطه؟ هي كتباع في المحل اللوازم الطبيه وسميتها غاو ولا باللونجلي تورنيكيت، وكدير ب 15 درهم الوحده. دونك حنا شرحنا لكم التقنيه شنو كيفاش يمكن لكم تستعملوها، اللي عندكم شي اسئله خليهم اون كومونتير، جربوها وقولوا لنا كيفاش حسيتوا بها وعطاونا لو غوتور ديالكم كيفاش واش حسيتوا بهذيك البامب. لا عندكم اسئله اخرى كيفاش استعملوها تما سولونا في كومونتير. ودابا نخليكم حنا الحصه ديالنا ديال بيسبس تريسبس وتشوفوا كيفاش استعملنا. ما تنساوش تابوناو لاشين يوتيوب ديالنا، كنحطوا شاك سيمين تقريبا فيديو جديده مفيده فيها دي سوجي تري انتريسون. بارطاجيو لا فيديو، تابوناو، ايميو لا فيديو. الى عندكم دي سوجي بغيتونا نهضروا عليهم خليهم في لو كومونتير وافيك بليزير نهضروا فيهم في دي فيديو بروشين ان شاء الله.